مفتاح النور حتى لا ننسى والحاجات اللي صارت نهار 6 أفريل كما اليوم من سنة 85 كانت الإتاحة بالرئيس جعفر النميري بعد اضطرابات دامت في السودان لمدة أيام. سافر النميري للعلاج في واشنطن وعام 85 وكان الغضب كبير على نظامه وخرج الناس إلى الشارع تقودهم النقابات والاتحادات والأحزاب بصورة أعلنت ربما أنه النظام هذا بدأ ينهار. وأعلن وزير الدفاع وقتها الفريق عبد الرحمن سوار الذهب بانحياز القوات المسلحة للشعب. وبطبيعة بعد الإتاحة به لجأ سياسيا نميري لمصر من 85 حتى 2000 وعاد إلى السودان وأعلن تشكيل حزب سياسي جديد يحمل اسم تحالف قوى الشعب العاملة. توفي في 30 ماي 2009 بعد صراع مع المرض. كما اليوم نهار 6 أفريل بطبيعة الحال هو نهار ما ينساوش برشا توينسا لأنه كان ذكرى هذه ذكرى وفاة الرئيس الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. وبطبيعة الحبيب بورقيبة اللي تولد في 3 أوت 1903 ولد بالمنستير كان أبوه ضابط في حارس الباي وكان أصغر 8 أخوات وأولاد وبنات. تلقى تعليمه بالمعهد الصادقي ثم كرنو في تونس وبعد مشى لباريس للحصول على الإجازة سنة 27 في كلية الحقوق والعلوم السياسية وبدأ نشاطه السياسي بتحرير المقالات في الصحف الوطنية والتحق بالهيئة التنفيذية للحزب الحر الدستوري في 12 ماي 1933 ليستقيل منها 9 سبتمبر في نفس السنة. 2 مارس 34 دعا إلى مؤتمر خارق للعادة بدار الحبيب عياد في قصر الهلال وقرر حل الهيئة التنفيذية وإحداث ديوان سياسي متكون من ناس أخرين لأنه هذا هو تأسيس كان حزب الحزب الدستوري الجديد. وبطبيعة سنوات كان بورقيبة من الناس اللي كانت تتقاوم في الاستعمار وبطبيعة نوفيا وسجنة في أماكن مختلفة واستغل فترة ربما مكوثه بالشرق للتعريف كذلك بالقضية التونسية على الصعيد الدولي. رجع لتونس 49 استأنف نضاله السياسي ثم ساند في سنة 50 مشاركة صلاح بن يوسف في حكومة محمد الشنيق للدخول في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية حول النقاط السبعة اللي طرحها بورقيبة لأنه تجربة المفاوضات فشلت لأثر فشل مذكرة شومان الشهيرة عام 51. اعتقل بورقيبة ونوفي إلى جالطة ثم لفرنسا وبطبيعة إثر وصول مونديس فرنسا الحكم سنة 54 وإعلانه الشهير أمام البي عن قبول فرنسا بمبدأ الاستقلال الداخلي تم تشكيل حكومة تونسية برئاسة الطاهر بن عمار ومشاركة 3 وزراء دستوريين للتفاوض مع فرنسا بتنسيق مع بورقيبة. تم عن الاستقلال ولكن قبل هذا رجع لأرض الوطن بورقيبة 1 جوان 55 في يوم تاريخي. هذيك السامبا متاع بورقيبة على الحصان جسد معناها إن فوتوغرافي كأنها لليوم ذاك اليوم كبير. توقيع اتفاقية الاستقلال الداخلي تم في 3 جوان من نفس السنة وتم إعلان الاستقلال التام 20 مارس 56. تم انتخابات تمت في المجلس القومي التأسيسي 8 أفريل 56 وانتخب بورقيبة رئيسا للمجلس قبل أن يتم تكليفه بتكوين ورئاسة الحكومة. قام بإصلاحات عميقة في المجتمع التونسي تعميم التعليم والصحة إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي منعت تعدد الزوجات ومنحت حق الإجهاض. بطبيعة كانت معركة أنه ألغى الملكية وإعلان الجمهورية في 25 جويلية 57 وكانت معناها ربما السنوات الأولى صعيبة شوية في تكوين وتأسيس الدولة. انتهى حكم بورقيبة في 7 نوفمبر 1987 وقت اللي قام الوزير الأول وقتها بن علي بإزاحته بشهادة طبية تثبت انعدام قدراته العقلية والبدنية. وفاته كانت 6 أفريل 2000 بمسقط رأسه بالمنستير أين قضى آخر سنين حياته في الإقامة الجبرية. وما كانش يزوروه برشا ناس تشدقوا بعد بأنهم ينتميوا للعائلة البورقيبية ولكن بورقيبة أنهى حياته كإنسان معناها دون لا دينيتي يعني بالرغم أخطاء ربما السياسية ولكنه كان إنسان فيتوريست وعنده نظرة مستقبلية هذا ما نجمش ينكره حتى حد برغم أخطاءه السياسية. كانت هذه حتى لا ننسى فاصل ونمشيه لبوان مارشي. رجعنا في صباح النور لبوان مارشي.
الشهية تدعم المقدرة الشرائية للعائلة التونسية بالشراكة مع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والاتحاد التونسي لتعاضديات الاستهلاك. شهية تقدم لكم بومارشي. صباح الخير سي محمد علي فرشيشي مباشرة من سوق حي الزهور. إذا مر يوم ولم أذكر به أن أقول صباحكم سكر، أما سكر لمن استطاع إليه سبيلا. يا نبداو احنا في حي الزهور. إذا مر يوم هكا الغنية راه، إذا مر يوم ولم أتذكر أن أقول صباحكم صباحكم. أنا حبيت نقول صباحكم سكر. مرحبا. البارح كانت ليلة النصف، وليلة النصف في تونس معروفة باستهلاك اللحوم الحمراء. تو البارح ثم إقبال على اللحم هنا، قبل ما نشوفوا الأسواق احنا تو. مشكل عادة، مشكل عادة. خاطر اللحم غلا والمكتوب. أيوه. حتى نحن بيدنا مواطنين. أي بيان سور أنت بيدك مواطن. تشيل الحمل الدار يعني أنت هزيت 38000. زي العلوش ب 38000 مباشر. البارح جبت البقر. اي البقري بقداش هو مثال؟ البقري 34 دينار. 34 الهبر. وين وصلك اللي يغني؟ قولي ريحي بير فيك العمر. انت في فورمة تبارك الله سي محمد علي اليوم. هاي سي بيان. دونك هذي مشى للكيف. اتهوى القاع راب في الكفكه يمكن 100%. شنو الاغنيه؟ شنو الاغنيه سي محمد علي؟ بتاع الهادي حبوبه. ريحي فيك العمر خلوهولي ريحي فيك. الله انا وياك نعملوا فرقه هايله. خذ اموالي خذ الغنم والحوت والخيالي. بارك الله يا سي محمد علي. يومك سعيد يا اخويا. اي عندنا غيبه. اي قداش النغال؟ 4 و5. 4 و5 ريت البرجان. عمل فينا عمل فينا بعمل كان انا عندي تمسون. كان انت كان هو عنده تمسون. انت كان تمسون بدا يوفى سي محمد علي. هو قاعد يوفى من اللي تعرف. هي خاطر نعرف مستان والبنان وين؟ البنان وين في درب الجول؟ التفاح كان قداك زويد. اي اي. 4000 انا كنت نبيع فيه هنا 3 و5. تعرف حاجه حاجه فيها. على غالب ما حبوش يسمعونا قداك مره قلنا. اكيد اكيد. اي. اكيد اكيد. خضره شويه سي محمد علي. الخضره. ماشيين للخضره احنا. هو لو تعرف المعزله بحي الزهور معزله بالحق لانه الخضره كلها البرة في الشارع. معناها علاش هو فارغ؟ هذا السؤال. علاش السوق فارغ؟ معناها المكان المهيئ اللي باش يكون مارشي. والبرة معناها مكان مهيئ. علاش؟ واموره واضحه والكل معه. والراجل قال لك كلهم يخدموا البرة. علاش علاش؟ شو السبب؟ ما يحبوش يخدموا لهنا على خاطر باش يخلص معناها معين نتاع كراء. هكا هذا كلام. انا رجعتك يا حاجه. اهلا بيك. هاك البطاطا دينار و 800 دينار و 800. اي البطاطا 18 ولا اي يسلم عليك. اي 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 انا جيتك انا جيتك. هذه جديده نتاعنا. هذه من مصر ولا من تونس البطاطا؟ لا لا هذه نتاعنا نتاعنا قال لك الحاج. من تونس. هذه نتاعنا نحن. والفلفل قداش انا ساعه خلينا نشوفوه. اكيد قداش الفلفل يا حاج؟ 4000. هو مسعر ب 3 و5 دونك ياخذ 4000 و375 سم نتاعو. الله يعينك. والقارص هاكا ب 5000 وهذاك اخر. ما نعملوا شربه من غير 10 قارص. وكاهو صباح الخير. تشري كعبتين كاهو سي محمد علي. نشري كعبتين. كاهو 5000. اي ريت ما هو توا زي باش يعملوا به الشحور زاد نتاع المقروط في الدار مسكة مدام. اي حتى السيترونات عندكم. من المنتج قداش السيترونات من المنتج المستهلك؟ صبري عمل كيف على السيترونات مش جاي يصور فيها صحيح خلينا نخلط عليه انا. 5000 زاد. اي اي يذوق عاد يقول لي باهي ولا لا انت ذوق. انا من ذوق. اي ب 5000 5000 القارب. فما اللحوم والدواجن ولا سي محمد علي هنا؟ الدواجن غاديك ثم علامه ما نعرفهاش.
الحقيقه ما حبيتش نسوى. واللحوم دونك شفناها شويه. اللحوم كنا نشوفه ب 38. الاسوام كيف تظهر لك؟ كيفاش تظهر لك الاسوام؟ نفس تقريبا الاسوام في الاسواق المده هذه. نفس الاسوام اللي قاعدين نشوفوا فيها في المده هذه كلها. وهذا مرشي ما انا جيته قداش من مره وديما نتسائل كما انت تسالت قبيليك علاش الناس ترضى تقعد لبرا. اي خاطر ماهوش منطقي بصراحه يعني. ما هو البرا زاد ما ثماش مراقبه يهرب من المراقبه. هذه بطاطا بدينار و400 هيك. هاي اقل شويه هيك. غاديك اقل شويه. دوكا السوق مهيئ انه يستقبل اكثر ناس وبطبيعه يكون موجودين فيه اكثر تجار. مالوريزمون على غالب ما يحبوش يدخلوا يقعدوا برا بالنسبه للخير. هذه فكره شويه. هذه فكره على سوام شويه مع سي محمد علي الفرشيشي. دونك خذينا فكره على الخضر والغلال وشويه اللحوم كذلك. شكرا سي محمد علي. كل يوم تمشي بينا لسوق من اسواق تونس. شهية قدمت لكم بوان مارشي بالشراكة مع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والاتحاد التونسي لتعاضديات الاستهلاك. شهية احنا البنا. كل على كيفك سند. صباح الخير، مرحبا بيك. كل على كيفك. امين ما يخليكش تقول الكلمه الاولانيه بس راك عاودها. صباح الخير سنده. صباح الخير. اليوم كل على كيفك. الكيك والسيترون والغرين دو شيا هذه المعروفه انه العباد هكا شويه اللي الماكله الهيلثي والريجيمات وتوسا يحطوها في الماكله وياكلوها حتى وحدها. دونك وكذلك تاغلياتيل يعني صوص بلانش بالدجاج هو الكلاسيك. هو هذا كلاسيك بالدجاج. فوالا باه نبداو بالتاغلياتيل دونك اللي هي المقرونه المشرفه هذيك ولا العريضه شويه كرشته. فوالا دونك شنو لازمك؟ صوص بلانش كيفاش تعملها؟ باهي صوص بلانش جوست باش نستعمل حكه كريم فريش وشويه حليب. شويه حليب هكا هاو. هذه شنو الصوص الكريم فريش نعرف انا ما طيبش. اي ما تطيبش. ما تطيبش برشا معناها تحط في الاخر. فوالا خاطر بطبيعتها عاقله باش نحلوها مع الحليب احلى. باهي دونك تبدا تصمت ال دونك اول حاجه نصمت المقرونه فوالا ونحطها على جنب نخليها تطيب ومن بعد ما تتصمت نصفيها ونخليها تستقطر شويه. اوكي. ومن بعديك باش نحضروا الصوص ولا نجموا اون باراليل نحضروا صوص زيت بصل ثوم كالعاده ثوم اسكالوب نقليهم بعضهم. انا في الروسيت هذه استعملتها كشامبينيون الحاضر. سينو اللي يحب يستعمل الفريشك يقصه ويقليهم على البصل. اي واللي هو غالي شويه اغلى شويه. هاي به وتقليهم. نقليهم بعد ما يتقليو نزيد الحكه الكريم فريش ومعها شويه الحليب. هاي الروسيت كلها في الكل تاخذ لك درجي بالزبده. هي لمرحله الناس ربما لي اي بنينه وفي نفس الوقت معناها فوالا ما تاخذش برشا وقت. اللي هي هذه التاغلياتيل. دونك عندك الكيك والسيترون. شنو لازم؟ باهي هذا كيك وسيترون. هو نورمالمون يجي كيك وسيترون وغرين دو بافو. انا ما عنديش قلت خلينا نعمل بذور الشيا. اي باهي المكونات نتاع الكيك وسيترون باش يكونوا ثلاثه عظم 160 غرام سكر. اللي ما يحبش يستعمل السكر الابيض نجم يستعمل سكر التمر والا ينقص. اما هي انا راني نعملها تبدا تجي قد قد ماهيش حلوه. 8 غرامات سكر فانيليا 100 مللتر زيت 100 مللتر حليب فارينة 190 غرام وزوز مغارف عصير الليمون وزوز مغارف بذور الشيا. نحطوا العظم والسكر والسكر فاني ونركضوهم مع بعضهم باش يطلع الفوليوم ويجينا الكيك خفيف. بعديك نزيدوا الزيت ونزيدوا الحليب نركضوهم نزيدوا الفارينة الخميرة 7 غرامات باش تطلع لنا الكيك متاعنا. نزيدوا زوز مغارف سيترون وزوز مغارف بذور الشيا ونحطوها في البلاتو ونطيبوها مده 30 دقيقه على 180 درجه في الفورمة الخاصه بالكيك هذيك. في الفورمة الخاصه بالكيك والا المربع. انا عملتها المستطيله. ها نشوفوا على فهمتي في دونك المستطيله. والكيك والسيترون باهي نجم تشرب معاه حاجه قهوه ولا حاجه وماهوش حلو ياسر. ماهوش حلو ياسر. نقص في السكر ماكسيموم. نقص السكر ماكسيموم. عملت له جلاساج انا مفروض. اي عملت له. فما ناس ما يحبوش. نجم يكون من غير. شكرا ليك سندا. كانت هذه كل على كيفك لليوم وبتبيع هكا مسألتك حتى سؤال حتى غدوة خليهم لك. دوك ولي لك زوز أسئلة غدوة. شكرا لك. هذه كول على كيفك لليوم. ميرسي.
باهي بطبيعة الحال احنا كيما كل يوم عنا لي روبريك نتاعنا اللي نحاولوا انه نحافظوا على الاوقات نتاعهم لانه ساعات كي يوخر علينا الضيف هكا ندخلوا بعضنا في الكوندكتور ولكن في الاخر نوصلوا لحلول بطبيعة الحال. دونك كانت هذه كرة على كيفك مع سندا واليوم كذلك كان عنا بروغرامي باش نحكيوا على النصيحة من الطبيب مختص تنشوفوا بعد اذا كان موجود ولا لا خلط ضيفنا ولكن قبل ناخذ الزهرة ان توكا. مرحبا زهرة. صباح النور سامي. باهي زهرة باش تمشي بينا وين؟ الكوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية هي البلد المفضلة لبنتي. تحب تعيش نهار آخر في كوريا الجنوبية. نتصور مغامرة. تعرف كل شيء على الثقافة ذيك. أنا جبتها معاك اليوم لأنها تقرا لها محالة ولكن تعرف كل شيء من بي تي اس الجروب للماكلة كل شيء كل شيء. شو نقول لك ديجا سيغتنمون مغرومة بالموسيقى. مغرومة بي تي اس وبلاك بينك. ما نعرفهمش. المهم هاي لها محالة. باهي عادات وتقاليد كوريا الجنوبية في رمضان. اي. يلا باسبور. كما نعرفوا سامي كل دولة في العالم عندها عاداتها وتقاليدها باش يحتفلوا بشهر رمضان. في كوريا الجنوبية دخل الدين الإسلامي للبلاد عام 1950 وقت الحرب الأهلية الكورية. كيف شاركت قوات من جنسيات مختلفة من الأمم المتحدة في الحرب ووقتها زار كوريا إمام اسمه عبد الكريم إسماعيل وقدم الدين الإسلامي للشعب الكوري لأول مرة. وحسب إحصائيات الاتحاد الإسلامي للمسلمين في كوريا الجنوبية يعيش ما بين 120 و 130 ألف مسلم الكوريين والأجانب ونلقاو برشا مقيمين من الجالية الباكستانية والبنغالية ويوصل عدد الكوريين الأصليين أكثر من 35 ألف مسلم. في شهر رمضان يفرق اتحاد المسلمين في كوريا الجنوبية أوقات الإمساك والإفطار ويعلنوا عن فتح المساجد باش الناس يصليوا التراويح ويؤديوا الأدعية والأذكار في الجامعة بطريقة جماعية كما يعملوا أمسيات إسلامية باش يعرفوا بتعاليم الإسلام وينشروها بطريقة صحيحة ويجاوبوا على استفسارات الناس الكل. كما فما برامج في المساجد انهم يقدموا دي معناتها فطور غراتويت للمصلين اللي غادي وكل نهار يقسموا سولون الكوجينه نتاع المطعم اللي معناتها باش نقولوا معناتها باش يقدم الفطور المجاني مثلا اليوم مصري غدوه باكستاني بعد غدوه تركي المهم انها تتقدم للناس. اكزاكتومون. في كوريا الجنوبيه فما برشا محلات عربيه كيما تتفنن معناتها باش يبيعوا الحلو والماكله نتاع البلدان المسلمه ومعناتها ما يبعدوش برشا على بلادهم يحصروا ويحهم في البلاد. القوانين الكورية زادة تدعم أحقية أداء المسلمين لمناسكهم وشعائرهم بكل حرية والحكومة زادة تقدم دعم كبير لاتحاد المسلمين الكوريين وهو هيئة إسلامية فيها برشا جمعيات إسلامية ويعلن اتحاد المسلمين هذا كل عام بداية رمضان سلون اللي تعلنوا ماليزيا كيف يتعاملوا مع السفير الماليزي بنفس التاريخ. Exactement. به كما قلنا معناتها بالنسبه للفطور في المسجد كل يوم كيفاش اليوم مطعم شامي غدوه مصري غدوه تركي غدوة بعد غدوه ايراني هكاك للناس المستحقين اساسا ولا اي انسان باغ اكزومبل انت باش تمشي للجامع دونك تنجم تاكل غادي تفطر غادي غراتويتمون. وي دونك سيف الدين او سيف السنوسي مقيم في كوريا الجنوبيه ما فماش برشا توانسه في كوريا الجنوبيه. ان توكا سيف مرحبا. عسلامه سيف. عسلامه. مرحبا بك سيف. أهلا بك يا مجنع ولك أخوة لبس طريق يعيشك. أنت من سيول تتكلم فينا؟ لا أنا كنت اسمها بيومجو كنت مسكن في سيول قبل ومسكن توفي يومجو معنا. باهي مرحبا. شنو تعمل سيف؟ أنا نخدم في شركة متاع صناعة سيارات معنا. شركة صناعة سيارات شهيرة معروف خزيتو هاي هو مزوز مع بعض من توكا انا كنت نقول زهرة اللي بنتي عمرها 11 سنة تحلم انها تعيش في كوريا تقول لي انه ما فماش برشا توانسة في كوريا فما 17 ولا 18 واحد صحيح ولا لا اخويا فما اكثر معناها فوق ال 500 معناها فوق ال 500 تبارك الله. انا ديجا عندي جروب معناها في توانسة في كوريا معناها اللي كونكتي معناها ساعات ندخل نشوف لي ستاتستيك نتاع اللي كونكتي من كوريا يطلعوا لي فوق 500 معناها. اي سي بيان. ما يقال كذلك سيف انه ربما الشعب الكوري بما ربما وصل له من تقدم في تكنولوجيا وغيره نعرفوا انه حتى الاكسبورت معناها دي كونيسونس ثقافه التطوع وغيره ولكن يقال انه منغلق شويه ما يقبلش بسهوله الاجانب. شنو رايك في اللي تقال صحيح ولا لا؟ صحيح الكلام هذا وثم الناس مثلا يراوها هي
عنصريه، فما ناس اخرين يراوها مش عنصريه، علاش؟ على خاطر هما ياسر متشبثين بالتقاليد نتاعهم وعادات والتقاليد نتاعهم اللي هما معناها متربوا بهم معناها من وقت الحرب نتاعهم، اللي هما محب مش بالسهل باش ينفتح. اول حاجه من الحشمه يحشموا ياسر، ثاني حاجه هما نفسانيا معناها يحسوا يستصغروا رواحهم، معناها مش بالسهل باش يكونتاكتي معناها شخص اجنبي معناها فما ربما مش عاديه. اي فوالا الاجنبي يظهر له في حاجه، فهمت؟ وقتها هو باش ينجم يعني كيما نقولوا نحن نطير الحشمه شوي. انت في 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 صناعه السيارات، يعني شنو هو البوست نتاعك؟ تكنيك ولا كوميونيكاسيون ولا ماركتينغ ولا شنو؟ لا نخدم في السودور. في السودور به تكونت وقريت في تونس صيف؟ ها اي تكونت وقريت في تونس، معناها يعني اصلي من مدينه سليمان كنت عارفها. اي شلون نعرفها؟ بيان سور، تحيه للناس تسمع فينا في سليمان. قد عندك الوقت توا سيف؟ تو خويا 6 ونص، انا مازالوا لي 15 دقيقه وشكرا فتره الرياض. باهي يعني. احنا مازالوا لنا دقيقتين معاك ولا ثلاثه ما نعطلوكش ياسر بالطبيعه. دونك جوست باش نقول معلومه معناها رقيقه وحبيت جو بارتاج مع المستمعين، انه ان ارتيكل من موقع يقول لك اليوم الانتليجنس ارتيفيسيال حاجه مهمه برشا في العالم. شكون اكثر 10 دول؟ هل انت عايش في كوريا؟ هل كوريا موجوده في التوب 10 حسب رايك؟ شكون اكثر دول تنفستي في الانتليجنس ارتيفيسيال حسب رايك؟ موجوده في التوب 10 ولا موجودة أكيد اللي هي موجودة صحيح موجودة. اسمعني بالأخص اللي فيه أزياتيك تو موجودين باهي من ناحية التكنولوجيا، الصين، كوريا، جابان، سنغافور، هذوما متطورين من ناحية التكنولوجيا. برافو سيف. أنتوكا الأولانية هي الولايات المتحدة اللي تنفستي أكثر في أون مليار دو دولار، تقريبا في حدود 248 مليار دولار في الانتليجنس ارتيفيسيال، حاجة معناها فوق الخيال، ميزانية عشرات الدول، وبعدها الصين، وبعدها بريطانيا العظمى، وكذلك ترقى في الترتيب ألمانيا، ترقى الهند، ترقى كوريا الجنوبية، وترقى سنغافورة، اللي هما البلدان اللي العالم بالنسبة ليهم أنهم ينفستيو في لا كونيسونس هذيا. تاكل المطبخ الكوري الجنوبي؟ انا ما ناكلش، اما عندي فكره عليه صغيره معناها، اما انا من جمله يعني انا منغلق معناها، نحب ناكل التونسيه الحقيقه، نحب الحاجه الحاره معناها المخليخ نتاعنا. ولكن عندهم عندهم في الكوجينة كما في الآسيوي الكل معناها حاجات أباز دو غي، فما الحاجات اللي تشبه للسوشي الياباني، فما الفراي تشيكن يعني الدجاج المقلي اللي يعملوه بطريقة كورية، هذا الكل ما تحبوش. لا انا من جنبه معناها، من جنبه خاطر ما عرفتش انا شنو محطوط فيه بالضبط، من جنبه. اما انا ديما علمت التطبيق في التونسي وطيب لهنا في داري. برافو عليك. نخرج معناها للمحلات الحلال ونمشي نفطر فيهم نتعشى فيهم. انت متزوج ولا سيف؟ اي متزوج. على فكره اما نعيش وحدي هنا في تونس معناها، في كوريا. اي اغلب معناها المحلات معناها تو تخدم حلال في في كوريا هي يا اوزبكستان يا كازاخستان، اندونيس، ماليز، هذوما اللي يخدموا لهنا معناها في الحياة. اي الثقافة الآسيوية في الكوجينة. في كل قرية تلقى معناها في كل مدينة ولا قرية تلقى فيها مثلا الأكل حلال معناها موجود حلال هنا. ساهل أن واحد يجي توريست لكوريا من تونس؟ شنو أخويا؟ ساهل أن واحد يجي توريست من تونس لكوريا باش يكتشف البلاد؟ مكلف ماديا. سهل هي تو خاطر كوريا تو عندها بريسك عام من بعد الكورونا، عملت فيزا الكترونيك اسمها الكيتا معناها ولا يطلبوها معناها من تونس، معناها جيست تعمل ان دوموند 10 دولار تتكلف الحكايه. باهي. والمعيشه غاليه؟ النزل وغيره؟ مش غالي معناها 1000 دولار يعدي لك جمعه من الزمان لهنا. 1000 دولار؟ 1000 دولار. دونك تحضروا الفيزا. حاضر والله مره نطلع فيك انا، يقول لي سامحني نطلع فيك مره في راسين كاريا. قلت جيت انت قبل لهنا ولا لا؟ كوريا لا ما جيتش. لا اه
ان شاء الله تجي معك يظل لي زيت ولا حاجه قلت ممكن اي فما شكون جاي ان توكا نوعدك ان شاء الله كي نجي انا نكلمك اكيد مرحبا اخويا مرحبا في اتوم شكرا ليك يا سيف وبتبيع كوريا الجنوبيه ذوما التوانسه محلاهم في العالم كامل وشو معناها كي يخدم في الشركات هذه الكبيره غيان كو انه يعرف الكوري الجنوبي انه يعني فما واحد جاي من عشرات الاف الكيلومترات افيك سا كومبيتونس مهما كانت لا كومبيتونس فانه هذه حاجه تشرف والتوانسه هذوما اللي شرفوا في العالم كامل ميرسي زهر على اختيار الديستيناسيون هذه عاشك باي ذا واي سامي رمضان تعرف في كوريا الجنوبيه في اقل من 20 سنه وهما يقولوا رمضان مش رمضان خاطر في اللغه الكوريه ما ينطقوش حرف الراء اي رمضان هكا رمضان شكرا لك زهره كانت هذه باسبور لليوم باش نمشيو لنصيحه اليوم باهي نصيحة اليوم بطبيعة الحال باش نحكيو على بيان سور واحد من الاختصاصات الرائدة في تونس وباش ناخذوا معانا الدكتور لهيذب حاضر سي ذاكر حاضر عسلامة مرحبا بكم مرحبا بك سي ذاكر لهيذب دونك نعرفوا انت طبيب مختص في امراض القلب اول تافي في تونس 2013 بطبيعه الحال ديما نذكر بيه هذا كل لقاءات معاك وبطبيعه نحيي انك حتى اليوم على الفيسبوك وغيره تحاول انك تقدم هالمعلومات هذيا على الباثولوجي نتاع القلب وكل ما نجم ربما يفيد الناس دونك شنو نقولوا للناس اللي في رمضان اللي هما مرضى بالقلب ياخذوا دويات نعرف انه ممكن فما ناس تاخذ دويات مره فما مرتين فما ثلاثه مرات في النهار شنو نقول لهم كيفاش يصوموا ولا ما يصوموش اهم حاجه بالنسبه لامراض القلب اذا نعرف المرض مزمن ولا مرض حاد مرض حاد ايش معناتها معناتها واحد عمل انفاركتوس في ثلاثه شهور هذو واحد عمل بوسيد شوف قاعدياك معناتها قصور في عضله القلب عملوا في ثلاث شهور اللي فاتوا الناس هذوكم كل حاجه ما هيش حاجه حاده ولا جلطه دماغيه حد هذاك مش يصوم عام سنة ان شاء الله يتحسن حالته وعام جاي يصوم هذاك كل ما هو حاد العام اللي بعده نفس الشيء ديما مرض القلب ديما مربوطه بامراض اخرى معها القصور الكلوي معها سكري هذوما زاد الناس اللي عندهم مرض قلب ومعاه مرض اخر كقصور كلوي ولا سكري هذوكم زاد كيف الناس من غير ما يقول لك نجرب جمعه تو نشوف راه كي يجرب جمعه ينجم الامور تولي مجموعه تنخلطوا عليها تتعكر شويه ربما تتعكر الامور هذوما حاجات سهلين من دول من بعدهم من دول هذوما يصوموا ما يصوموش سامحني وعائلتهم تكون متفاهمه وهم متفاهمين وان شاء الله العام الجاي نجموا يتحسن حالتهم يصوموا بالنسبه للمزمن اللي عنده مرض مزمن كارتفاع ضغط الدم قصور قلبي ولا قصور شرايين انتاجيه يعني لانسيونس كورونير هذوما اذا كانهم ستابل ينجموا يصوموا بيان سور يدهم يقسموا الدواء نتاعهم معناها اذا كان ياخذ ثلاثه مرات الدواء في النهار ينجم يصوم؟ ينجم يصوم الدواء اذا كان يقسمه ثلاثه مرات يكون الثريز الاولانيه تكون مع شقان الفطر الثانيه في وسط السهريه والثالثه في السحور اوكي اذا كان يعرف روحه يكون في السحور ديما نخاف انا ديما نحط الدواء اهم الدواء نحطه مع شقان الفطر خاطر نخاف من الناس ما تقومش في السحور ديما اهم دواء دونك يضمن انه باش ياخذه فوالا نظنوا انه باش ياخذوا مع شقان الفطر به ان توكا ديما يراجعوا طبيبهم في خصوص الحاجات هذوما الدويات ولا الصوم وكل الحاجات اللي طارئه في حياتهم ديما لازم مراجعه الطبيب المباشر بالضبط مراجعه الطبيب المباشر لازم بالاخص الناس زاد اللي ياخذوا في الادويه نتاع السيوله نسميوها سانترون الناس هذوما تغير عاداتنا الغذائيه في رمضان ونعرفوا الدواء هذا يتغير الطول نتاعو نتاع السيوله بتغيير العادات الغذائيه دونك فيها باس انك في اليوم بين اليوم تو في اليوم 14 ما توصلنا للشطر انك تعمل تحليل 15 بتو اليوم 15 انه نعمل تحليل نتاع السيوله تو فما اختار انك كان الناس ما كانوش ياخذوا نوع من السلايت ولا ياخذوهم كانوا نوع من الخضار ما كانوش ياكلوهم ولا ياكلوهم تو في رمضان دونك من المستحب الناس اللي عندهم الادويه نتاع السيوله انهم يعملوا تحليل نتاع السيوله في اليوم 15 واضح شكرا لك دكتور ذاكر لهيذب على كل هذه المعلومات وبطبيعه الحال ان شاء الله ديما الناس في صحه وعافيه كانت هذه نصيحه اليوم في خصوص امراض القلب باش نمشيو الخضرة حرب مره اخرى غو بونجور خضرة غو بونجور مرحبا بك هذه حال حرب حال حرب نقص الأدوية بالصيدليات يشمل 300 نوع
لازمنا نعملوا دورة نشوفوا الأدوية الناقصة باش نعرفوا باش نمرضوا بالضبط. لقينا حل مش توجور غارونتي لقينا حل البنان والتفاح والدويات بيان سور لي خاطر احنا لدينا في كروشنا والحكومه تعرف منين تشدنا. ايا نتوكلوا على ربي واللي يمرض ما يلقاش دواء يعمل خلطه العجيبه هذيك بتاعنا الزيت والقارص ويزيد معاهم طرف بنان وما ننساوش لو فامو بوفيس ولا اللي يقولوا له فيكس ومعاه كعيبه تفاح والله لا يمرض حتى حد ان شاء الله يا ربي ديما في صحه جيده. 4000 متسول تصل مداخيلهم اليومية إلى 100,000 دينار. شنو اليومية؟ المجموع كلهم أي معناها كل واحد تقريبا يعني 400,000 تقريبا المينيما. وينك يا خضرة؟ وأخيرا يا سيدي لقيت الخدمة الإضافية اللي باش نخدمها بعد الميكرو متاع رمضان. جمعتين مازالوا في سيدي رمضان ونحقق أحلامي الكل. بعد الخبر هذا باش نتقسموا إلى جزئين في الشعب التونسي، جزء لباس عليه ربي يزيدهم والجزء الثاني متسولين اللي ما يحبوش يفهموه المتسولين يا سامي إنه برشا بصراحة حسب دراستي أنا 80% من الشعب التونسي راه والله العظيم متسول ولكن لبس مليح والحمد لله. به الاستعدادات الأخيرة لإطلاق أول بطاقة دفع إلكتروني. رئيس الحكومة تطلع على آخر الاستعدادات لإطلاق أول بطاقة دفع إلكتروني هوية. خبر مفرح قسم باش تسهل في خصوص بيع السيارات وغيره. أي في حتى في الخلاص وفي في الحاجات معناتها اللي الحاجات اليومية اللي ندوروا نعملوها في الإدارات. خبر مفرح ويبعث بالبهشة وغير مجرى حياة التونسيات والتونسيين. وأخيرا باش نذوقوا رقمنا ونلعبوا الند للند مع البلدان المتقدمة. أما السؤال الذي يطرح نفسه، عندنا فلوس باش نخلصوا كاش ولا بالبطاقة ولكم سديد النظر وتحية التكنولوجيا على الوطنية الأولى والثانية. حملة أمنية للتصدي لاستعراضات الدراجات النارية الكبيرة ودرجات النارية الصغير. ما يعملوش استعراضات والله يعمل. يخدموا يراوح. في بعض المناطق يعملوا فما الليجان يذوكم عندهم الفيسبا إلى آخره. والله كيفاش زاد حملة أمنية على الخوذة اكزاكتومون راح البلاد الوحيده اللي ترى فيها الناس على الموتورات من غير كاسك. باهي وفما حاجه اخرى سامي اللي احنا راهو في تونس عندنا دي كلوب بروفيسيونيل ومرخص لهم اللي هما معناتها سائقي درجات ناريه الكبيره كيما معناتها دي كلوب فيهم اصحابي اكسيتيرا معناتها راهم يكونوا عندهم اماكن مخصصه يقوموا بها في بالشو نتاعهم ويكونوا عندهم اللباس الخاص والخوذة اكسيتيرا معناتها راهو انا نحب نقول باللي اللي عنده باسيون وهما شيخين نمشيو للعبيد اللي فريمون تحسهم في مناطق عشوائيه ولا يسبوا اختار للعبيد في الشارع. اما العبيد اللي منظمه واللي هذيك الباسيون تاعهم وشيختهم زيد ما نمشيوش مي بون ننظموا ننظموا ما نمشيوش نبداو الشيخه اللي عندهم نطيروا هيلهم على خاطر احنا نحبوا نعملوا حملات وكهو هكا انا عملنا حمله ولا احمد المجري ذكرى كانت تغني في تبقى غالطه في تونس والمزود مش بتاعنا ذي خلينا نعلق انا قبلك على ذي على خاطر باهي راهو انه كي نقولوا الحاجات الباهيه ديما نقول انا ونكرر راهو الحاجه الباهيه معناها كي تقولها راهو ماهوش معناها حاجه خايبه بالنسبه ليك او تنقيس منك. يعني كي تقول ممكن هو بياسور نحيي درايته الموسيقيه وهو ملحن ومغني ويعرف الموسيقى اكثر مني اكيد، ولكن الحاجات هذوما في حق ناس معناها ربما نعتبرهم ديزيكون في العالم العربي كنت تغني في تبقى غالطه في تونس هذا اشطر خبر. وبعد كنت فما كاريير كان فما اعتراف كان فما معناها طريقة غناء متفردة اعتراف معناتها فكرة محمد الله يرحمها البلاد اللي كانت تمشي لها وتغني بلهجتها وبلحنها قول من غادي تفوقهم وصلوا معناتها فما فنانين فنانات غاروا من ذكرى محمد خاطر هي غطات عليهم في بلاصتهم. يعني كنقولوا هذايا وهي ذكرى ما تنجمش تجاوب الله يرحمها دونك كانت تغني في تبقى غالطة المعلومة كاملة لازم تكون معناها وبعد شنو عملت توسع جست ما بين قوسين لصديقنا أحمد المجري اللي هو يقول كذلك المزود مش متاعنا. سمحني الساكسوفون متاعنا الجيتار متاعنا كيفاش المزود مش متاعنا راهو المزود حاجة لا تتجزأ موجود في سكوتلندا أنا نحكي على ثقافة تونسية متى في ثقافتنا المزود موجود معناتها حتى تويكا قبل كانوا يحشموا بالمزود الشعبي التونسي صحيح فما بيريود اللي
اللي وصلت تمنع المزود من التلفز والراديوات التونسية، ولكن راهو ما فماش عرس تونسي، وحتى في العراس البرجوازية تويكا المزود موجود. موجود معناتها وليت العبيد ما تعديش فرحتها من غير المزود. شو المزود مش متاعنا؟ انا نحب نفهم احمد الماجري، وصدقني ما كتبتش، كتبت حاجه بركه شويه ما تغشش مني فضلك معاه. حبيت نقول له انت كي ما تذكرت غني في طبقه غالطه، انت الطبقه متاعك لا مش هذا الهدف. انت بيه ما نعملوش مشاكل، نسكت سامي، انا ما نحبش ياسر البوز راني، نسكت سامي ياك، نسكت هكا والله ناخذ بخاطرك، ناخذ خاطر انا زيد من عشاق الذكرى. هو فنان يعني بطبيعه، هذه حاجه لا ينفي موهبته والحانه والحاجات اللي عملهم. انا نعتبر انه من احلى ما غنى صابر بيعي هي غنية من الحان احمد الماجي. اكزاكتومون، ولكن اما ايش نقول لك، يلحن الفنانين الاخرين، اما هو كاحمد الماجري وين لو برودوي نتاعو؟ عندنا مده نشوفوا فيه يعمل في دي ريبريز وعنده تجارب كمان. شو فما فنانين الغرور، خليني نقولها ما يسالش، الغرور نتاعهم الزايد عن حده هو اللي كان سبب في وقوفهم. ما يقدموش، مع احتراماتنا اكيد احمد صديقنا ونحبوه، وهذا نقوله له معناتها بكل حب. اي فوالا دونك خضرة حرب، انت قبيله عندك ساشي وانت تعمل في الميكروفون، كنت نجيبك عليها وسمعتك يا اخي شو مالك، على خاطر انا وصديقتي وزميلتي اميمه، ذكر فيا المخرج اميمه مليح اللي هي الكادرور اللي تخرج معايا في الميكرو. لا لا، مشينا وقت اللي صورنا تعدينا على مطحنة، حب يفرح بينا مولا المطحنة، مدنا زوج شكاير فيهم دراع بالفيكيا وقال هذا كادو مني ليكم انتم. بس دي تبقى رشوه عليه رشوه لا بالعكس، فرح بينا وحب قال شي الاخر سيدي رمضان المودة بي، احنا حكينا اليوم على العبيد تمد لبعضها وتود بعضها. لا بس نبدلك عليك، نجاوبك عليها انا هاك جاوبتني يا بالوافي والضافي. شكرا لك خضرة حرب، كانت هذه حالة حرب لليوم. بعد شوية حكاية التلفزة فاصل ونرجع لكم في صباح النور مع سي مختار رصاع. البارح حكينا على الحضرة، واحدة من الحاجات اللي برمجتها انت في مهرجان المدينة. اي اي مهرجان المدينة اللي كمان يوصل لل ما كنتش نعرف انه وقت بدا يعني عام 84. 84 كمان اي، اسست الجمعية انا عام 83 والدورة الأولى عام 84. شكون فيها تذكرش سي مختار؟ شكون فيها؟ مهرجان المدينة برمجت شكون 84؟ عرب تويسة انور ابراهام ترى لاغاتي الهندي، وعملوا ديو مع بعضهم ارسنتيكا دو باري ميوزيك ميديفال مقترن طبعا بشهر رمضان. اي شو اسمها تاع العازفات مين اسرار في مين اسرار في اي ومن بعد ومن بعد تطور المهرجان بطبيعة الحال، من بعد يتطور بشويه وي به. اليوم باش نحكيو على نكملوا مع جينيريكات المسلسلات والمسلسلات التونسيه بطبيعه. برشا ناس كما خذينا طاهر جيزاني البارح وانت البارح حكينا على عديد المسلسلات اللي هو وقع الموسيقى التصويريه، واحد كذلك من الناس اللي عملوا حاجات مزيانه. كان ناخذوا لو دوزيام تيتر هذاك امين، نبداو به قبل ما نسمعوا اسم ضيفنا، خلينا نسمعوا الموسيقى هذه مثلا. هو قليل الظهور مهدي مولهي، نحييه ان توكا، وقع موسيقى تصويريه لعديد المسلسلات. مرحبا بك مهدي. صباح الخير، مرحبا بك. نعرف ان انت ما تقومش بكري، ولكن هانا خذيناك ل 11 غرباع. هذه الموسيقى ذي نتاع مكتوب المسلسل اللي عمل معناها هكا النقله النوعيه في طريقه المواضيع 2008. هالموسيقى ذي منين جبت هالجمله هذه؟ صباح الخير، مرحبا، ميرسي على الفتاة وتحية للمختار. مرحبا بك، ما نسمعوش فيك بالكدا، لو ممكن تقرب شوية للميكرو. هكا سي بون، هاي سي بيان. قلت لك صباح الخير وميرسي وتحية للمختار والناس الكل. مرحبا بك، اهلا وسهلا. باهي، منين جات الجملة ذي مكتوب؟ جيت من المسلسل. يعني السيناريو او حالك بجمله قد بعد اللي تبارتاجي برشا يعني. ما هو المسلسل هو اللي يهزك، هو لو تشوف النقله النوعيه في الشيء في
مكتوب الديكور الضوء الاتالوناج كل شيء، الموسيقى تتبع معناها. كيما نشوف السنه مثلا انا حاط في الفلوجه ستيلي خدتها معناها الموسيقى تتبع ليماج معناها. هو فما نقله نوعيه كانت في مسلسل مكتوب كانت في ليماج دونك الموسيقى تبعتها اوتوماتيكمون، ما نجمش انه في مكتوب نحط مثلا جلسه يعني. اي حاجات به ان توكا. هل النقله النوعيه هل تعتبر انه الموسيقى التصويريه تبدلت؟ يعني شنو كان يتعمل في الثمانينات، شنو كان يتعمل في التسعينات، شنو كان يتعمل في وتعمل توا في الالفينيات، هل هناك تغيير ربما حتى في لا تكنيك في الالات في الجمل الموسيقيه؟ بالنسبه فما تغيير حتى كانت ديما الموسيقى تبع الخدمه تبع السينما تبع المونتاج توا ولات كل شيء غبيت توا ولات يعني التصوير تبدل فهم بكل الخبنين عم تسمع اي دونك ال سيكونس درون تبدلت الموسيقى يعني كي تتغير التكنيك بتاع التصوير تتغير الموسيقى بطبيعة الحال. اقرب الالحان اللي كنت ماهيش نتاعك ربما في الموسيقى التصويريه شكون ترى انه يعبر بموسيقته على الحاجات اللي تصير في المسلسلات ابار خدمتك؟ شكون اقرب لك يعني في تونس والعالم العربي؟ يعني العالم العربي والله انا جغرافيك كل وجهه نظر. ايوه لكن فما في العالم العربي فما مدارس كذلك في الموسيقى التصويريه. من المدرسه يقول لك سامي خرجنا احنا عام 2000 او عام 90 2000 من وقتها نخدم. اي ما كانش ما برشا معناها الشواء معناها باش انت تتبع الخدمه هذه ولا تتعلم ولا شايفهم يعني انت كنت صغير يعني اثر فيك مثلا ميشيل المصري، ليالي الحلميه، رأفت الهجان، عمار الشريعي وغيره هذوم مدارس هذوكم دي ريفيرونس موجودين في التاريخ حتى نجم نحيهم يعني هذوكم الناس كلها تعديت عليها. اما ثم اللي لا داغ النوع هذاك في التريتمون نتاع ليماج والتريتمون نتاع السيكونس والتريتمون نتاع الخدمه. ثم انا مثلا انا ما نحبش اللايت موتيف مثلا اللي هو مثلا اللي هي موسيقى شفتهم رقص العشين طايرة على الاخر على الاخر على الاخر. اي اما انا ما نحبش الريتم هذاك، ما نحبش انا ميلودي نعاودها حزن تعاودها في ال اي اللي انا هذيك الطريقه هذيك انا ما نحبهاش. اما تاثرت بهم انا كنت نحلم بها هذيك رقص العشين كي تشيل موسيقى خوفنا الناس كل الخوف خوف اخواتي جون ميشيل جار مثلا. اي طبعا جون ميشيل جار اكيد. به ما مهدي نسمعك شويه هادي زاده. اسمع هادي ليك هادي عادي. الايام هذه ترجع بينا ل 2013 المسلسل. هل انك مع الموسيقى ربما اللي تكون موسيقى من غير كلام من غير غنايه للمقدمه ولا النهايه، او انك مع غنايه مع كل مسلسل كما يصير توا من خلال اللي تعمل فيه انت منذ سنوات؟ هو كل انت في بونت هو في الخدمه توا عطيو على بتفوق مغنيات ما عادش مغنيات طويلة تروح 30 سكوند 40 موسيقى ماكسيموم وانت عادل كيما ديك عملناها مثلا في راس البراء. راس البراء عملنا بالعكس معناها عملنا الغناية هذيك ما عملش غناية عملنا الستراسيون خاطر عشنا بالكسيون نتاع الطفل وتابع بيان سور الكونسيبسيون نتاع جينيريك وزيد في بلاتفورم ما عندهمش تخش تقوى في جينيريك كامل معناها خاطر في البلاتفورم يتنحاو انيوغي يدخلوا في السكيب. دونك عملناه واخترنا البراءة خاطر كنا باش نعديو على البلاتفورم ودونك بنقص وقت. أما هو في الإيديال هو في الأغنية تعبر عن الخطية كيما قال سمعتوا تار والتحية ليه تار ديما يقول عليه كلام. أي تحية لتار جيزيني ديما يقول عليك كلام به بون هذا بيان سور. حتى انت زاده نعرف انك تحب موزيكته وتحب خدمته بتبيع برشا احساس في اللي عمله. بيان سور ربينا عليهم معناها هذوك حتى انا معناها وي باهي. شنو تقدر تقول لي؟
قلت لك راهو سا ديبون انت قلت لك انت تو تبدلت اما اما كي في اونتير معنا الجينيريك يعطيك الريزومي نتاع المسلسل شنو باش يصير معناها اي اي هي كيما قال كما قال سي مختار شو ما قلت سي مختار على جينيريك يعني جينيريك هو اه هو معناتها هو الكادر كي امبلي معناتها لو تابلو معناتها اما انا جيتي افيك طه الجيزاني اللي يقول بلوس كو سا اكثر من هكا لانه يفي يفي كور افيك افيك المسلسل بيدو فهمت الموسيقى المسلسل الفي كور تدخل في الـ في الـ في المحتوى معناه اي باه مهدي نحسوا برشا حزن في الموسيقى نتاعك هذا منين جاي الحزن هذا ما نحبوا ما نحسوش برشا جوا معناه منين جاي الحزن منين علاش هذاك توت سيت ميلانكولي معناها علاش بالك المواضيع تحيلوا هكا اي بالك المواضيع يقول لي سي مختار انا مع سي مختار هكا جواب سي مختار ولو انا مانيش مقتنع بالاجابه هذيا لا محال نعرف انه فما حاجات اخرى انا مقتنع بالاجابه باهي تسمع في الموسيقى التصويريه لعديد الاعمال السنه مثلا شكون عجبك شنو عجبك مثلا سامي بن سعيد سامي بن سعيد في في مسلسل الجبل الاحمر اي تحيه لسامي بن سعيد اي سامي بن سعيد ربيع ربيع زموري كذلك اي ربيع التكيري زاد التكيري المخرج اي ربيع زموري زاد في عديد الاعمال ممكن السنه ماهوش موجود من عرش ولكن عمل اعمال متميزه زاد اي ليه مو مهم ذوقك تعطينا ذوقك في الموسيقي كي تقول لي طارق زيني وربيع زموري وغيره وسامي بن سعيد هي فرصة اللي نحن مش نحكيه على ناس اللي هم ما يتشافوش برش ما يتشافوش وإذا ما نتكلموش عليهم ربما ما يعرفوش الناس كما طارق الناصر في الأردن أي. اللي عمل الموسيقى التصويرية بتاع الكواسر والجوارح كواسر والجوارح كيما هكا فهمت عمر خيرت كذلك أي. في مصر أي. طبعا سي امبورتون انا عمر خاتي اي عمر خيرت حاجه يعني تسبح فيك في عوالم اخرى معناها انسان معناها تقبض على فاطمه وي عمر خيرت فنان كبير بطبيعه عملت كذلك عمناول غنيه نجحت الجنجون هي الفوندو كان عندنا امين تنسمع هكا كلكو سكوند هذه الفوندو فيك يا حياتنا به هذه الفوندو نجحت نجاح كبير بامضاء جنجون السنه الغنيه هذه اليوم اللي بتبيع الموسيقى نتاعك اللي الفتها لمسلسل فلوجه هالديو هذا ما بين كازو والمطربه ذكرني مره اخرى بالصوت لانه صوتها متميز صوتها ان توكا كانه فكت شويه الاغنيه هي من كازو كانه الناس قبل ما تسمع الاغنيه تتوقع العكس مش فكان هي الحكايه كلها فنيا يعني نقصد لا احنا قاعدين نخدموا في اغنيه مسلسل مش فكان والله قاعدين انت مثلا الاغنيه تبدا صندول الريتم جي وعطيه بكازو يحكي لنا شويه بعد جي وبعد جي هي النتيجه خليني اللي هو كل واحد يغني الطفل مثلا خليني هي تابعة الاكس نتاع الطفله خلي معناها الافيه اللي هي اي وي وبقيه الاحداث بطبيعه الحال انا شو اسمه كازو وزير التحيه اي البارول تاعو هو وحبزه التحيه اللي زي السباد اللي هو بارول تاع خليني اي دونك هذا الكلام بيان سور رنا زروخ والالحان والتوزيع لمهدي مولهي نحليوك مهدي ان توكا
بنقولك برشا نجاح في مختلف الاعمال نتاعك الموسيقيه، ونعرف انك انت فنان كبير بتبيعه كيما الضيوف اللي باش نستقبلوهم في الموسيقى التصويريه كيما طاهر جيزاني كيما غيرهم من الفنانين يمضيو المسلسلات والموسيقى التصويريه. شكرا لك سي مختار السعد، التوفيق ان شاء الله. ميرسي بوكو، شكرا. هذه كانت حكايه التلفزه الميتيو الاخبار، وبعد اخبار الرياضه في 11 فما اخبار الرياضه، فما اخبار الرياضه، وفما وليد زرياد زاد بعد شويه يجي في يلعب يلا من 11 حتى نص النهار. احنا غدوه ان شاء الله يوم جديد في صباح النور. الى اللقاء.